السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الصحه ديالكم مزيانه، كل شيء بخير. نتوما كتفرجوا في الفيديو، جبت لكم الاخوان في الفيديو المفاجاه الوحيد خليل الوديت في التشكيله وفي الخطه والتكتيك ديال المنتخب الوطني المغربي قبل ما يلعب ضد مصر ان شاء الله نهار الحد. والحاجه اللي بغيت نقولها لكم بما ان يقدر لكم بزاف ما عرفوهاش هي ان التوقيت ديال المباراه تاجل الاخوان كان مع الخمسه ولا مع الرابعه. المهم بلا ما نطول عليكم الاخوان، دخلوا دايركت في التفاصيل تاع الخبر. صحيفة ديال المنتخب الإخواني عندها مصداقية في 100%، نشرات واحد لارتيكل كتبت فيه كلام التالي: علمت المنتخب بأن الناخب الوطني يهدئ لمفاجأة في المباراة التي ستجمع الأسود بالفراعنة يوم الأحد القادم بملعب أحمد وهيجي الساعة 4 زوالا. وبحسب أخبار الواردة علينا فإن هناك تغييرا مرتقبا في تشكيلة الفريق الوطني خاصة في خطي الوسط والهجوم، إذ يفكر في الاعتماد إما على طارق تيسودالي أو عز الدين أناحي، أما على مستوى خط الهجوم فقد يعتمد على زكريا أبو خلال. وتأتي هذه المفاجأة لإرباك تحركات مهاجم منتخب المصري صلاح وباقي اللاعبين. صراحة الإخوان تقاسوا شي واحد المبالغة بزاف، هو أنهم كيهضروا بصفة لعاب واحد اللي هو صلاح، وكيهضروا بأنهم خايفين من لعاب واحد اللي هو صلاح. وبالنسبة للتغيير اللي غيديروا واحد في خط الهجوم راه الصراحة غادي يخربق هذاك الشيء بزاف. المهم شوفوا نتوما شنو بان لكم الإخوان، واش زكريا أبو خلال وطارق تيسودالي وعز الدين أناحي غادي يكونوا أمثل في خط الوسط؟ اما عز الدين أناحي يقدر يدير حاجه في خط الوسط، ولكن تيسودالي مهاجم ما عنده ما يدير في خط الوسط. المهم اش بان لكم الاخوان؟ خليوا لي رايكم في التعليق. فيديو جاي ان شاء الله، في امان الله.